وفي ناس كتير تسألني وبتنتقدني إنه أنت أكلت قتلة من الأتراك وأنت ضربوك أتراك في أضنة وهاي القصص. فأنا هلا رح أقولكم قصتي اللي صارت معي في أضنة. هلو جايز، السلام عليكم، مرحبا أخواتي. هذا الفيديو عملته لأحكي لكم كم قصة عني لحتى أعرفكم حالي أكثر. قبل ما نبدأ حب رح أحكي لكم قناتي ليش وقفت هاي الفترة. قناتي أخواتي كانت ماشية على الصراط المستقيم. قبل العيد الصغير فجأة بلاقي جاني إشعار في حدا دخل على حسابي اليوتيوب على قناتي. فبعد مرور نص ساعة دخلت على حسابي، دخلت على قناتي ولقيت يا أخوان ممسوح كل فيديوهاتي من قناتي. بعد ما بفوت بغير باسورد بغير كل شيء بدخل بلاقي كل فيديوهات الجايبة ملايين مشاهدات كلها انحذفت. انحذف فيديوهات مدتها من 7 شهور واكثر تقريبا، يعني كثير فيديوهات انا تعبان عليها من 7 شهور لهلا كلها انحذفت وراحت، وقلنا الحمد لله على خير. انا هذا السبب اللي خلى قناتي يوقف، وبالذات انه ما عاد قدرت انزل فيديوهات فترة العيد، كنت مشغول كتير بالمحل لهيك ما كنت قادر نزل فيديوهات حتى. فقناتي لهذا السبب الوحيد هو اللي خلاه يوقف وقفة هيك فرد سحبة. وهلأ قناتي ما عم تجيب مشاهدات كويسة مثل ما قلت لكم لأنه انحذفوا الفيديوهات اللي تروجت، والقناة بدت وكأنه من الصفر، يعني وكأنه عملت القناة جديد. ليش؟ لأنه ما ضل فيه تفاعل، انحذف كل الفيديوهات اللي فيه. على كل اخواتي نحن رجعنا استثناء ورجعنا نتعب حالنا، رح نرجع نقوي القناة، رح نرجع نصير احسن من اول ان شاء الله، لانه محتواي غير كل الناس، وانا واثق اني رح اوصل لهدفي باذن الله احد، لانه محتواي فيها اشياء مفيدة واشياء عن الواقع واشياء عن الظلم والفقر ومساعدات الناس ودينية وهيك قصص. يعني انا بدي منكم اخواتي انه توافوا معي بهالازمة اللي انا فيها حاليا، انه تدعموني وتساعدوني، وبدي منكم تفعلوا زر الجرس اهم شيء لانه ما يوصل اشعارات لاغلب الناس. وراح اعرفكم عن حالي هلا للمشتركين الجدد اللي ما بيعرفني. انا اسمي محمد ديمو، عمري 21 سنة، مقيم في اسطنبول اسنيورت. انا قلي بتركيا 6 سنين يا اخوان. بلشت باليوتيوب قبل سنة تقريبا، السنة الماضية بلشت دخلت بمجال اليوتيوب بهدف انه بحب اقدم اشياء، فهذا الهدف الوحيد اللي خلاني ادخل فيه. في ناس بلاقيها بالكومنتات لما بنزل مثلا فيديو انا ويسرى عاملينها مع بعض، فبلاقيه بقلب علي شيخ وبقول لي مثلا انت عم تقدم شغلات دينيه وانت عم تعمل شغلات دينيه وعم تعمل شغلات انسانيه واخر شيء بتحكي مع بنات واخر شيء. يا اخوان بدي منكم تفهموا موضوع واحد، انا صح بنزل اشياء دينيه وبنزل اشياء انسانيه، بس مو معناها انه انا متشدد او اني متعصب او من هالنوع، لا. انا شاب مثلي مثلك، انسان مثلي مثلك، باكل بشرب مثلي مثلك، ما في فرق بيني وبينك. الفرق بيني وبينك هو اني انا بقدم اشياء ومحتوى عن ديني وانسانيتي. فما في واحد فينا ما بيغلط، كلنا بنغلط وما في حدا ما بيغلط يا اخوان. انا شخص بقدم اشياء عن ديني، هذا ديني، وبقدم اشياء عن انسانيتي، بقدم اشياء عن الفقر والظلم. فما بيعني هذا الشيء انه انا مالي شاب وما بيعمل ما بعمل اشياء شغل شباب مثلي مثلكم، لا. انا مثلي مثلكم يا اخوان، بتمنى ما حدا يتضايق من الاشياء اللي بعملها مثلا على الفيس او على الانستا. يعني انه انا بحب يعني اشكل بالمحتواي، بنزل مثلا مع فيديوهات مع يسرى، وبنزل فيديوهات مع اصدقائي مع اولاد عمي، يعني في كتير قصص بعملها. بس انا بكفي انه انا بعمل فيديوهات بهدف، انا في لي هدف بالفيديوهات، ما بعمل فيديوهات تافهه مثل بعض الناس. يعني بقدم اشياء دائما يكون لها محتوى لها معنى، ما بعملها كيف ما كان. وفي ناس كتير تسالني وبتنتقدني انه انت اكلت قتلة من الاتراك وانت ضربوك اتراك في اضنة وهي القصص. فانا هلا رح اقول لكم قصتي اللي صارت معي في أضنة. أول شيء أخوان، أنا كنت منزل فيديو قبل المشكلة ب6 شهور، فيديو لو خيروك. أنا نزلت فيديو لو خيروك إنه ناس خيرتني خيارات وإني أعملها، فواحد من الناس قال لي يا أما بتاكل بصلة يا أما بتقوم وبتطلب رقم بنت. فأنتوا بتعرفوا يا أخوان السوشيال ميديا بدها دائما تعمل أشياء جريئة، دائما تعمل أشياء ملفت النظر، شغلات جديدة. يعني طبعا كوجهة نظر على السوشيال ميديا واليوتيوب إنه البصل كان كتير عادي، فأنا اخترت إني روح أطلب رقم بنت بالشارع لحتى أعمل شيء غريب إنه شيء يلفت نظر. طبعاً كانت غلطة هذا الشيء، بس أنا عملتها ككاميرا خفية، وبعد ما رحنا وعملنا هذا الفيديو وصورنا واعتذرنا من البنات طبعاً، قلنا لهم إنه الكاميرا كانت كاميرا خفية. بعد مرور 5 شهور يا أخوان بيجيني مسج من حدا تركي وبيكتب لي فيها إنه رح خليك تطلع من أضنة. قلت له مين أنت؟ قال لي أنا بورجيك وراح تشوف شو راح اعمل فيك بدون اي سبب يا اخوان. هيك بيجيني رساله وببعث لي صوره الفيديو تبعي. بعد
ساعتين وبلاقي عندي بالموبايل والتليفون والكومنتات اشتعل نار مسبات من الاتراك ومن العالم وكذا، وزع رقمي وانتشر بالسوشيال ميديا انه شاب سوري يبطش فتيات تركيات في الشوارع. هالمبدأ طبعا يا اخوان انا لا لطشت بنات ولا عملت اي شيء، انا اللي عملته كله مجرد كاميرا خفيه كانت ومره واحده بعملها بحياتي وتوب بطلت عيدها واخترت مكان الغلط، لاني فعلا كنت بدايه اليوتيوب يعني ما كان عندي 1000 مشترك يعني كنت مبتدئ، بس غلطي ما هو هالغلط اللي كبير كل هالقد. مرت الساعات مر الوقت وبلاقي لكم بيطب بيجوا لعندي على الحاره بتعبى مافيات بتعبى شعب بتعبى عالم، بصير شيء 100 شخص قدام محلي ولا هن مجتمعين قدام محلي وبدون يعني بيتصلوا بصديق الي، هن ما بيعرفوا انه صديقي، هن بيتصلوا بشخص كردي بيكون بيقولوا له تعال لعنا، فالشاب بيجي لعنده بقول له شوفي بقول له بقول له هذا الشخص كذا، بيجي لعندي الزلمه بقول لي انت شو عامل؟ قلت له والله العظيم هي الموضوع كذا كذا كذا، قال لي تعال بدهم اياك راح يصوروك ويضربوك ويحكوا معك، قلت لهم طيب انا بلكي دخلت ومتت، قام قال لي لا انت بتدخل على كفالتي وبطلع بتطلع على كفالتي. قلت له ماشي بس انا موضوعي مو مثل ما هن مفكرين، انا موضوعي كذا كذا، قال لي هن راح يصوروك وانت بتحكي. قلت له تمام. رحت لعندهم يا اخوان هيك دخلت بيناتهم مثل مظاهره، كانوا كتار كانوا فوق 100 شخص كله مسلح كله مافيات وعصي وفروده وسلاح يا اخوان ما في واحد بدون عصاي. دخلت بيناتهم يا اهل الخير وصلت لجوا، هون كان ابو عزاب بمحل الثاني. بعد ما فتنا جوا يا اخوان بنصدم ولا الروس تبعهم هدول جماعات المافيا كلهم عرب، كل اللي عم يحكوا معي عرب عرب ماردين كلهم، فبيجي بحكي معهم عربي يا شباب انا كذا عامل كذا كذا كذا، بقول خلاص ما بتحكي غير تركي وبتحكي اللي بنقلك عليه. قلت لهم مثل ما بدكم يا اما رح نقتلك، هيك يعني هددوني. المهم اخواتي قلت لهم شو ما بدكم رح اعمل، طبعا انا بايدهم وابوي بايدهم واخوي بايدهم احنا داخلين بيناتهم. قالوا لي وقف قدام الكاميرا، وقفت قدام الكاميرا وبلشوا يصوروني وشفتوا الفيديو انتم بعينكم كيف عم يحكوا هن وانا عم كرر وراهم، هن طلبوا مني اني كرر ما طلبوا مني احكي اللي انا بدي اياه. بيصوروا هالفيديو وبيضربوني، هون الشاب اللي وعدني انه راح يطالعني بيمسكني وبيطالعني بيطالعني من بيناتهم وبروح بحطني بالمحل وبيقول لي اهربوا من المحل لانه هدول راح يقتلوكم. طبعا لا تنسوا انه كان قبل العيد بثلاث ايام يعني محل البسه انضريت كثير بهالمشكله ونضر محلي بشي 13000 دولار، سكرنا بايام العياد وطلعنا. وبعد ما طلعنا يا اخوان راح دقيت لابو عزاب قلت له ابو عزاب جاي لعندك اطلع من المحل فورا جاي ناخذك ونطلع. ابو عزاب قال لي ماشي. ابو عزاب نحن لفينا هي محلنا لفينا هيك جايين لعند ابو عزاب يا اخوان، فما بلاقي لكم الا قدام السياره بيطب ابو عزاب وبيناموا عليه عالم بالعصايه وبسكاكين وبيضربوا له ابو عزاب بالعصي، كسروا له انفه كسروا له اجريه كسروا له ظهره ظهره كله علم دم بسكاكين جروحوه، ما ضل شيء خير بابو عزاب. بابو عزاب فلت حاله وبيجي لعنا نركب السياره ومنشد. بعد ما بنطلع من هون بيناتهم هدول استنفروا، بنطلع من بيناتهم بنروح لعند بيت كردي اللي كان بيشتغل معي، بنروح من لعنده على البيت بنقول لهم تعالوا نروح نشتكي للبوليس، بنقول لهم للدوله انه هيك هيك صار معنا احمولنا محلاتنا، هي ما بدنا اياكم تحمونا احمولنا المحلات. فالدوله بتنط وبتقول نحن ما لنا دخل، روحوا شغلكم بالمركز هن بلكي يساعدوكم نحن ما بنقدر نعمل شيء. قلنا لهم طيب يعطيكم العافيه وبنطلع من هون وبنشد. رحنا يا اخوان طلعنا من قضنا كلها سافرنا من قضنا، رحنا على عينتاب، رحنا على عينتاب، من عينتاب غيرت شكلي حرقت شعري على الصفر حلقت دقني حلقت حالي وغيرت شكلي كله على بعضه وطلعنا على الحدود ورحنا على سوريا انا وابو عزاب. بركت 3 اشهر كامله بسوريا قضينا ايامنا هنيك كلها طبعا يعني مشاكل وكلها انتقادات وكلها كلام وناس وتحكي وشفتوا بعينكم بالذات السوريين اللي هن كانوا يسبوا ويبهدلوا اكثر الناس. فكان في اتراك فيهم خير اتصلوا فيني ويطمنوا عني مثل الصحفيه مثل الشعب التركي اللي اخذوا رقمي يدقوا لي يا محمد نحن مالنا هيك نحن الاتراك مو هيك هدول اللي بقضنا هيك نحن مو كلياتنا هيك ونحن بنحبكم وانتم السوريين اخواتنا انتم اهلنا هدول عم يعملوا هيك لحتى يعملوا تفرقه. المهم كان في اتراك اولاد حلال ولا اطيب منهم يا اخوان، وانا بهالمشكله يا اخوان عرفت انه كل واحد اللهم نفسي ما حدا بوقف معك لما بتطب غير اهلك. هذا كان درس كثير كبير لي بحياتي كله. الدرس كان انه ما عاد اثق بمخلوق ان يخلق، ما في حدا بنوثق فيه غير اهلك، ما حدا بشيلك غير اهلك، ما حدا بوقف معك غير اهلك. كان كل الناس ضدي، اقرب الناس لي كانوا ضد، اهلي الوحيدين وقفوا معي تعبوا معي. القصه قضت على خير، وكلت محامي، رجعت على تركيا، رجعت سلمت حالي وحكينا مع الدوله انه طلع ما في علي شيء والموضوع كلياته فتنه بفتنه، ما ضل اي شيء علي ونزلت على الشوارع التركية عادي
ورجعت على تمثيلي والسوشيال ميديا تبعي وجكر بكل حدا كان بينتقدني او بيحكي علي غلط. انا صح طبيت بس قمت جلست وكملت طريقي والحمد لله رح اضل مكمل لاوصل لهدفي باذن الله. بحياتك وعمرك لما بتطب لا توقف، قوم جلس وكمل طريقك غصبا عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى، خليها قناعة براسك. وبحياتك لا ترد على المنتقدين، ما منتقدك لانك فاشل، لا لانك ناجح، خلوها قاعدة براسك. اللي حابب يسألني أسئلة بالفيديو القادم رح أعملكن أجوبة لأسئلتكن. اللي حابب يسألني أسئلة يكتب لي اياهم بالكومنتات، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس أخواتي. واللي حابب يتابعني على إنستغرام ويبعث لي مسجات وحابب يتواصل معاي، أنا برد على الكل على إنستغرام، كمان الرابط موجود أسفل الفيديو، أو رح أحط لكم الاسم هون، اسمي على الإنستغرام، ورح أحط لكم اسمي على سناب شات هون. واللي حابب مثل ما قلت لكم يضيفني يضيفني، واي حدا عنده سؤال يتفضل يسالني بالكومنتات وانا راح اجاوبكم على اسئلتي كلياتها. اخواتي قبل ما نسكر الفيديو حبيت اقول لكم انه في غنيه عن قريب جدا راح تنزل ان شاء الله بعد يومين او ثلاثه، انا ويسرى غنيناها، انا غنيتها بطريقه راب، يسرى على الكورس يعني احساس، عن قريب جدا ان شاء الله راح تنزل الفيديو. بتمنى لما ينزل توالعوها شيرات وتنشروها لأصدقائكم لحتى يشوفوا الغنية. مثل ما قلت لكم اخواتي لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة، اهم شيء تفعلوا زر الجرس. والمسلسل الاخوة رح ينزل ان شاء الله كل اسبوع حلقة واحدة من المسلسل، وان شاء الله بكرة رح نمثل الكمالة، وبعد بكرة او بعده رح ينزل الفيديو اذا الله راد. انتظرونا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.